أهلا بكم من جديد إلى جيسي وصفحة الاقتصادية. مرحبا جيسي. مرحبا روبير ومرحبا ماجد. شو حملتي لنا أخبار؟ اليوم لبنانيا للأسف رح نتابع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات لتسعة أسابيع مضيت، والأسبوع العاشر الأسبوع الجاي رح تبقى الأسعار إلى ارتفاع. وطبعا ما رح نغيب عن الحدث المصري ونتابع اقتصاد مصر كيف صار بعد عامين عن الثورة. تفضل. منبقى أو منبدأ لبنانيا، وصلت أسعار المحروقات بلبنان ارتفاعها من 27 تشرين الثاني وحتى هالأسبوع، والتوقعات بتشير لمزيد من الارتفاع. فصفيحة البنزين زادت بتسع أسابيع متتالية 1700 ليرة لترجع صوب مستويات 35000 ليرة، وكان سعر صفيحة البنزين ل 98 أوكتان وصل بأعلى مستوياته ل 39800 ليرة ب 24 نيسان 2012. تحركات الأسعار وتوقعات الأسبوع الجاي رح نستوضحها من مستشار أصحاب المحطات بلبنان السيد فادي أبو شقرة. سيد فادي، منرحب فيك من جديد ببيروت اليوم. يعطيك العافية مدام. خلينا أولا نستوضح منك شو توقعاتك للأسبوع القادم واللي بعده بالنسبة لأسعار البنزين. صحيح، بالأسبوع القادم في ارتفاع حوالي 300 ليرة، يعني نعم، يكون تنك البنزين حوالي 35000. نعم، والأسبوع البعده هل عندك تصور؟ صحيح، في ارتفاع على 3 أسابيع المقبلة. نعم. طب سيد فادي، يعني أنتو كمحطات وكشركات مستوردة للنفط وحتى كأصحاب سهريج النقل، كلكم رفعتوا رأي تثبيت سعر صفيحة البنزين وكنتوا عقدتوا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء سيد نجيب ميقاتي. وين صارت هالمطالبة؟ ليش غابت عن أجندتكم؟ احنا اللي اجتمعنا مع دولة الرئيس ميقاتي اعترف بهذا الحق، وهو كان ساعي بتثبيت أسعار المحروقات. للأسف الوزير جبران باسيل منه متواجد صوب التثبيت، لو هن متجهين للتثبيت هاي باجتماع بمجلس الوزراء بينقر هذا الموضوع وبيرتاح المواطن وكل الناس بترتاح، بس للأسف بهالبلد كلام الليل بينحي النهار. نعم، يعني العقبة من الوزير باسيل أولا ومن ثم من دولة الرئيس. لا، الرئيس ميقاتي موافق على هذا الموضوع، بس الوزير باسيل مسكر بواب على كل الناس، ما عم يفتح تاب لحدين، ما عم يستقبل حدين، ما بيعطي مواعيد، ما بيعترف ولا بأي حق لأي صاحب حق. هل رح تضلوا بانتظاره أو في تصعيد؟ يعني كمان العام الماضي شهدنا أنكم لوحتوا بإضراب وتسكير للمحطات يوم يومين ثلاثة أيام متتاليين، وبالتالي البلد بيعاني من أزمة. هل في كلام أو توجه لتسكير المحطات من جديد بحال ما تعاون الوزير؟ نحن بصراحة رئيس النقابة السيد سامي البراكس في اتصالات هلا وفي اجتماعات متواصلة لنوجد حل لهذا الموضوع، لأنه البلد ما بيحمل. نحن بدنا نمشي لقدام، ما بدنا نرجع لورا. بس اتحادات النقل نحن منضمين لها، نقابة السهريج كذلك الأمر، عندنا اجتماع لإلك بقلك مدام إنه ب 31 الشهر إذا بتتفضلوا بتشرفوا، في عندنا اجتماع بالاتحاد العام، باتحاد العمال العام ب 31 لنبحث هيدي الأمور، لأنه أسعار البنزين رجعت ترتفع وكل الناس خسرانة بهذا الموضوع، ما في حدا ربحان. نعم. سيد فادي أبو شقرة مستشار رقابة أصحاب المحطات، شكرا جزيلا لك على هالتوضيحات. بعد عامين من الثورة اللي أطاحت برئيس ضل بسدة الحكم 30 سنة، هل تحسنت أحوال المصريين الاقتصادية وبالتالي المعيشية؟ شكل الخبز أو العيش مثل ما بيسميه المصريين رمز للمعاناة الاقتصادية لما خرجوا ب 25 يناير كانون الثاني 2011 عم بيهتفوا عيش حرية عدالة اجتماعية. واليوم بعد سنتين على الثورة ما زال أغلب المصريين بيحصلوا على الخبز بالوقوف بالطوابير، وما تحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لنحو 40% بيعيشوا تحت خط الفقر. واقتصاد مصر بين 2011 و 2012 تلقى ضربات متتالية من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والانفلات الأمني، وفقد الجنيه نحو 12% من قيمته من الانتفاضة. وبعد ما كانت الحكومة بتتوقع نمو بحدود 4-4.5% بالسنة المالية 2012-2013، قلصت توقعاتها ل 3.5% مقارنة مع متوسط 5% سنويا قبل الانتفاضة.
كما ودفع الاضطراب السياسي إلى أزمة بميزان المدفوعات، وأدت الشكوك إلى هروب رؤوس الأموال، وضربت مصادر رئيسية للعمل الصعبة كالسياحة، فأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها، ما أدى إلى تهاوي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لمستوى حرج قرب ال 15 مليار دولار. وتراجع الاحتياطيات النقدية بوتيرة أسرع من اللازم جعل حصول مصر على قرض ب 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضرورة لتحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة. ويبدو أن المعاناة الاقتصادية للمواطن المصري بطريقة للتفاقم، فبعض المستوردين والتجار بدأوا يستعدوا لانخفاض أكبر بقيمة الجنيه، ومصر بتستورد 40% من احتياجاتها من الطعام، وتراجع الجنيه بيعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي زيادة مباشرة بالأسعار بترفع التضخم مما بيضر بالفقراء. وخلال عامين تعاقبت على المصريين 4 حكومات وعدت كل واحدة منها بإصلاح الاقتصاد والتصدي للمشاكل، ولكن المصريين ما زالوا بانتظار تحسن الأحوال بظل القلق من اللي بيخبي المستقبل. فتح صندوق النقد الدولي خط جبهة جديد بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وهي منطقة بعكس أوروبا اللي بيعرفها تماماً عم تبحث عن توازنها بعد الربيع العربي. مصر وتونس اللي شهدوا ثورات بال 2010-2011 قلبت أوضاعهم بيقوموا بمفاوضات مع صندوق النقد حول مساعدة مالية، بوقت بتحظى ليبيا الغنية بالنفط بمساعدة فنية، كما وساعد صندوق النقد طبعا الأردن اللي بيشهد أوضاع هشة، ومنحوا بقاب قرض بملياري دولار بوقت حصل المغرب على خط ائتماني احتياطي بستة مليار دولار. أما المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد فدعت الدول العربية إلى اتخاذ تدابير سياسية عاجلة لعدم تبدد الأمل اللي ولدتها الثورات. توقع مسؤولين بشركات نفطية زيادة التكاليف الأمنية لمستويات مرتفعة، رغم أنه قطاع الطاقة معتاد على العمل بأماكن خطرة، فالشركات بتشتغل على تعزيز دفاعاتها ضد هجمات المسلحين والهجمات الإلكترونية. كما توقع المسؤولين تباطؤ الاستثمار ببعض المشروعات الجديدة لاسيما بشمال إفريقيا بعد الهجوم على منشأة الغاز الجزائرية وهجوم إلكتروني على أجهزة كمبيوتر بصناعة النفط السعودية. والأمن بشكل عادة بين 1-3% من إجمالي التكاليف لكل مشروع. وقعت أوكرانيا عقد مع شركة رويال داتش شيل النفطية للتنقيب عن الغاز وإنتاجه بخطوة اعتبرت أنها محاولة من كييف لتقليص اعتمادها على استيراد الغاز من روسيا. والعقد مدته 50 سنة وقيمته 10 مليار دولار، وهو الأكبر ضمن صفقات استخراج الغاز الصخري بأوروبا. ويعتقد أن أوكرانيا بتملك أكبر احتياطي للغاز الصخري بأوروبا، وبفضل التكنولوجيا الحديثة أصبح التنقيب عن الغاز الصخري ممكن وسهل إنتاجه. أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة التايمز أن البريطانيين بيختاروا الخروج من الاتحاد الأوروبي بحال جرى الاستفتاء اللي وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجراءه قبل نهاية 2017 بحال فاز حزبه بالانتخابات المقبلة. وأظهر المسح أنه 53% من البريطانيين بأيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 47% بيريدوا البقاء ضمن الاتحاد. وكان كشف كاميرون عن نيته إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، لأنه خيبة أمل الناس بالاتحاد أكبر اليوم أكثر من أي وقت مضى بحسب كاميرون طبعا. أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي على مواصلة تقديم مدفوعات إعانة البطالة بشكل دائم إلى العاطلين عن العمل حتى يتراجع معدل البطالة عن 20%. وعادة بتنظر الحكومة كل 6 أشهر بتمديد البرنامج يلي بيمنح ما بين 400 إلى 450 يورو شهريا للأشخاص اللي انتهت فترتهم المعتادة لإعانة البطالة. ونسبة البطالة بإسبانيا 26%، ووصلت أيضا لحدود 55% بين الشباب نهاية 2012. بأخبارنا المتفرقة والتكنولوجية، أعلن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي عن عدد من تطبيقات براءات الاختراع المقدمة من قبل شركة أبل للحصول على حقوق ملكيتها الفكرية. وضمن أحد التطبيقات المميزة الحذاء الذكي بيعتمد على كاشف للاستشعار بيرتبط بنظام الأحذية اللي بتعتزم أبل تقديمها للأسواق. وطبعا بتقدم أبل هالأحذية كأحذية كرة القدم
الدم وأحذية التزلج بالشكل يلي بيجنب القدم أي إصابات، فضلا عن تنبيه المستخدم بضرورة تغيير الحذاء عند الحاجة. أيضا بأخبارنا العالمية والتكنولوجية، أعلنت شركة تويتر عن إطلاق خدمة فاين المخصصة لتسجيل ونشر مقاطع فيديو قصيرة ضمن التغريدات وما بتتجاوز مدتها 6 ثواني كأقصى حد. وبتهدف الشركة من خلال هالخدمة لتفعيل دور الفيديو القصير بنشر الأفكار والأخبار ضمن التغريدات بسهولة. هذه كانت أخبارنا. منتقل إلى جولة البورصات ببيروت. ارتفاعات اليوم بدعم من أسهم سوليدير يلي عم تنهي الأسبوع عند مستويات 13 دولار. الأسواق الخليجية مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع، وطبعا عم نشاهد آخر إغلاق للمؤشرات نهار الأربعاء الماضي. إلى آسيا، ارتفع مؤشر نيكي، ومؤشر نيكي عم بيواصل صعوده للأسبوع 11 على التوالي بأطول سلسلة مكاسب أسبوعية بتاريخ المؤشر الياباني، بعد ما عزز الانخفاض الحاد لليوم أسهم الشركات المصدرة وأشعة التفاؤل بشأن أرباح السنة المالية المقبلة. إلى أوروبا يلي عم ترتفع بشكل طفيف، ولكن اليوم هبوط سهم نوكيا كان أثر على المؤشرات يلي عم تبقى قرب أعلى مستوياتها بسنتين. وكان تراجع سهم نوكيا لصناعة الهواتف المحمولة بعد ما خفض المحللين توقعاتهم لنتائج الشركة اللي ألغت توزيعات النقدية السنوية للمرة الأولى بسبب تراجع المبيعات. إلى المعادن والذهب، عم بيستقر بعد ما خسر امبارح 1% بفعل تقلص ثقة المستثمر بالمعدن، بعد إعلان بنك HSBC أنه خفض بشكل حاد الوزن النسبي للذهب بمحفظته الاستثمارية، والأونصة عند حدود 1666 دولار. أما النفط وبرنت تحديدا فعم بيسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ساعدت على تحسين توقعات الطلب على الوقود بأكبر مستهلكين للنفط بالعالم. أخيرا اليورو عم يرتفع إلى أعلى مستوياته ب 11 شهر مقابل الدولار، بعد ما سجل مؤشر إيفو الألماني مستوى أفضل من المتوقع، مما عزز التفاؤل بشأن أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو واليورو دولار عند 1.3452 بهاللحظات. نهاية الاقتصاد، من تابع بيروت اليوم. يعطيك ألف شكرا. الله يعافيكم.